الأزمات المهمة الثانية الحيوية أزمة الكهرباء حولت حياة الناس إلى جحيم. انقطاع الكهرباء أحيانا يؤدي إلى انقطاع الحياة تماما، وهي أزمة حيوية، خاصة أنه عملية انقطاع الكهرباء زادت بشكل كبير عشوائية، لها أثار سيئة جدا على المواطنين بلا شك. لكن هل احنا واجهناها ولا ما واجهناش؟ هو في، شوف، احنا بنواجه مشاكل، وانا عايز اقول ايه هي المشكله. ايه المشكله في الكهرباء؟ ايه هي المشكله وببساطه، وايه الحلول اللي احنا بنلجا اليها؟ المشكله في ببساطه ان الكميه الكهرباء المنتجه اقل من كميه الكهرباء المطلوبه، سواء للاناره المنزليه واناره الشوارع او المصانع. يعني انت بتنتج كميه والمطلوب منك اكثر. المنتج القدره الانتاجيه، يعني لو كل محطاتنا النهارده اشتغلت بدون اي توقف وان كل صياناتها 100%، انت بتوصل تقريبا نظريا الى 27000 ميجا فولت، 27000 ميجا في اليوم. المنتج بينزل تقريبا الى، لما بيبقى في بعض المحطات بتدخل في صيانات، بتنزل 1000، يعني من 25.5 26، ده لان دايما طبعا في صيانات وفي بعض الاعطال. الوقود بيورد، انت بتشتغل لا اما بسولر لا اما بفحم، لا انا اسف من فحم مش في الكهرباء، لا اما بسولر لا اما بغاز لا اما بمازوت. دول الثلاث مواد، دول الثلاث خامات اللي بيدخلوا الوقود. المشكله الاساسيه في بعض الاحيان ان ضغوط الغاز قلت، كميه الغاز المنتج من مصر قلت. وهتسالني طب ما احنا كنا بنصدر الغاز والنهارده ما بقيناش نصدر غاز، راح فين الغاز؟ احنا بقالنا 3 سنين، انت عارف احنا نعتبر بير الغاز ده زي وعاء، انت بتسحب منه غاز، فالكميه بتقل ان لم يكن هناك اكتشافات مستمره، فبتقل الكميه اللي عندك، لان هو بير عندك كميه وانت بتسحب منه، فيجب ان يكون هناك مرحله من الاكتشافات ودخول كميات اخرى من الحقول. الكلام ده توقف بقالنا 3 سنين، فاذا الاكتشافات توقفت، فالكميه المنتجه اقل من الكميه اللي انت محتاجها. احنا بنستورد، نفس الحكايه بالنسبه للسولر. ففي بعض الاحيان لما ضغط الغاز بيقل، ايه ده بيتاثر بالمحطات. فاحنا قعدنا مع نواجه ازاي المشكله، قعدنا مع السيد وزير الكهرباء والسيد وزير البترول وعملنا مصفوفه، ادي الانتاج النظري للمحطات وادي الاحتياجات من الخامات، وتعهد كتابة المسؤولين انهم يوفروا في تواريخ معينة وفي اوقات معينة الوقود لهذه المحطات. طب يا عم وزير الكهرباء، لو ده وصل لك هتقدر تنتج الطاقة؟ قال هانتج الطاقة، انا بتابع الموضوع يوميا وبعلن عنها يوميا. حضرتك هتلاقي في الشريط ان وزير الكهرباء بيقول انا النهاردة انتجت 24000 ميجا بنقص 1500، وده هيتسبب او تسبب، لانه بيبقى تسبب في انقطاع تيار مثلا في حدود ساعة. احنا عندنا مشكلة بنناور، بحيث ان احنا المناورات، بحيث ان لما ما ينقطعش عن حي كامل عن مدينة كاملة ما نوقفش الصناعة. احنا عندنا حاليا مشكلة كبيرة، ان في مشكلة، مش مشكلة يعني، حدث مهم في قطاع الغاز، ان احنا في اكتشاف جديد وحقل جديد هيدخل، فبيعمل توصيلة للشبكة، ده هيتطلب انه في جزء من ضغط الغاز هيقل لمدة 12 يوم، ووزير البترول اعلن هذا. بس ده اكتشاف حقيقي يعني؟ اكتشاف حقيقي، كان اصلا شغال ويعني ابتدى خلاص البير جاهز ليه انه يزود منظومة الغاز كمية من حقل جديد، فبيعمل نوع من التوصيل. هذا التوصيل كان اصلا المفروض هياخد 22 يوم، مع ضغط البرنامج هيبقى فيه 12 يوم. بنقول الحمد لله احنا داخلين في اجازات واعياد، الفترة دي هيقل استهلاك الغاز ان شاء الله، يعني انا اتوقع، وان شاء الله ده اللي احنا هنمر بصيف هادئ، في انقطاعات هيعلن،
لكن انقطاعات بسيطة. صيف هادئ ولا صيف خارق؟ لا هادئ بإذن الله. آه. بس مهم جدا في الوضع اللي احنا فيه، لان احنا بندخل اولا في 2400 ميجا، 2400 ميجا هيدخلوا الانتاج على نص نص يوليو، بنحاول نخليها في 30/6. ده آه. هيزود طاقة الانتاجية للكهرباء، لكن في نفس الوقت احنا بنحاول انه نطلب الترشيد. الترشيد ده لو كل مواطن حطها نصب عيني، انا يتهيأ لي، وفي النهاردة برامج تعد للتوعية للترشيد، هنعدي بهدوء جدا بإذن الله. ترشيد الكهرباء يوفر كثير. ترشيد الكهرباء المنزلي يعني. اه طبعا المنزلي. لا لكن الانقطاع زائد يعني. السرقة، انت عارف احنا الوقت داخلين جامد، طبعا هو هيوفر جزء. لا تتخيل سرقة الكهرباء. سرقة الكهرباء احنا عملنا كذا اجتماع مع مدير شرطة الكهرباء والمرافق، حسب التقرير اللي بتجيلي ان كل يوم تقريبا بقالنا 4 أيام من ساعة الحملة دي، كل يوم اكتر من 2000 قضية، 2000 قضية سرقة كهرباء كل يوم. كل يوم ده عندي المساندة، معنى ان انا لو قفلت هذا الباب يمكن ان اوفر شوي. اه طبعا. اه حضرتك السرقة والترشيد والإدارة الرشيدة لمنظومة الوقود وإنتاج الكهرباء. عملية الانقطاع يعني، هل طلبتم من وزير أو أعطيت تعليماتك لوزير الكهرباء أنه الانقطاع لا يكون عشوائيا ولمدة كبيرة، وعلينا أن نصارح الناس، وعلينا أن يعني نضع جدولا لذلك، يعني ما المانع؟ لا ده فعلا ده طلب من السيد وزير الكهرباء، وهو فعلا بيعمله. وحضرتك فيه عندهم ما يطلق عليه إدارة التحكم، اللي هي التحكم في الانتاج والشبكه، وده نصب عينيهم ان الانقطاعات ما تبقاش طويله. احنا بقالنا 4 أيام الحمد لله او 5 أيام، الوضع متهيألي مستقر الى حد ما.